اهلا ومرحبا بجميع متابعيني على الفيسبوك او على اليوتيوب او من جميع انحاء الوطن العربي. النهارده زي ما وعدتكم هنتكلم عن طريقة استخراج دود الارض بطريقة سهلة بسيطة من غير اي تكاليف، بعده بسيطة جدا ازاي تستخرج الكميات اللي انت عايزها في وقت بسيط جدا. دلوقتي هنتكلم على العدة اللي احنا محتاجينها عشان خاطر نبدأ عملية استخراج الطعم او دود الارض. اول حاجة محتاجين اي مادة صلبة، زي مثلا حاجة زي شوكة زي دي كده، او جاروف، او اي حتى حديدة رفيعة، او اي حاجة صلبة ان هي ينفع تنزل في الارض. ديت اول حاجة محتاجينها، دي اول طريقة فعالة جدا لاستخراج الدود بطريقة سهلة. تاني حاجة المكان. المكان لو مثلا انت جنب نهر او جنب منطقة فيها مية، لأي منطقة فيها نجيلة، ده البوينت بتاعك او ده المنطقة بتاعتك اللي هتعمل منها استخراج الدود. دور دايما على النجيلة اللي مندية شوية، اللي الارضية بتاعتها طرية، مش ارض بور او ناشفة ما فيهاش اي مية. حاول باقصى ممكن تكون الارض مندية شوية. دلوقتي عن طريق دي عملي لايف هنشوف هنقدر نخرج منها دود الارض ولا لا. كل اللي حضرتك محتاجينه ان ده خبطها خبطة خفيفة كده فقط، ولا خبطة جامدة ولا اي حاجة، خفيفة كده بسيطة جدا. ودلوقتي هنشوف عملي ايه اللي هيحصل. ادي اول دودة طلعت معانا. نكمل. حضرتكوا شايفين هنا زي ما حضراتكم شايفين، دي كانت النتيجة في خلال دقيقة ونص. في خلال دقيقة ونص بالظبط دي كانت النتيجة لأول طريقة لاستخراج الدود. ودي كانت أول طريقة معانا بدأت في خلال دقيقة ونص، هتتلقى مرة واحدة الدود بدأ يطلع من الأرض. دي كانت أول طريقة فعالة جدا. في خلال 10 دقايق ممكن تلاقي معاك في الآخر شنطة مليانة من الدود ده. تاني فكرة معانا اللي احنا نجيب جردل فيه مية ونحطه جواه صابون مواعين الغسيل زي البريل أو أي مواد سائل، صابون سائل للغسيل المواعين. ده لو حطينا الصابون ده جوه الجردل وقلبناها كويس ورشيناها على الأرض، النتيجة في خلال 10 دقايق بالظبط هتلاقي كل الدود اللي في الحتة دي طلع على الأرض، وساعتها سهلة جدا إن أنت تاخده بإيدك. نتيجة تالت طريقة دي أنا مستبعدها شوية لأن صعبة تعملها شوية، اللي أنت تشوف أي أرضية تكون مندية وتحط عليها أي كفر، أي غطا بلاستيك أو غطا كرتون لمدة 10 ساعات. يعني مثلا أنت النهاردة شفت المنطقة دي مبلولة، تحط عليها كفر خشب بلاستيك كرتون، تاني يوم الصبح افتح الكفر هتلاقي تحتيه مليان دود الزراعي للصيف. اتمنى اكون قدرت افيدكم بمعلومات في الفيديو ده النهاردة، وان شاء الله انتظروني في كل جديد. وما تنسوش لو الفيديو اعجب حضراتكم الانضمام للجروب على الفيسبوك في قناة الصيد او فيشنج تي في، او ما تنسوش برضو سبسكرايب على يوتيوب على زيزو فيشنج دايري. شكرا لكم واتمنى اكون افدتكم النهارده. مع السلامه.